يتجدد في برنامجكم الدراسة عن بعد الذي جاء من قبل وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة البوسطة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة. برنامج التدريس عن بعد لاستمرار التدريس والتعلم بسبب العائق الكبير العالمي فيروس كورونا. طبعا اضطرت الوزارة عشان تنظم هذا البرنامج للتلاميذ لثلاثة مستويات: الصف السادس الابتدائي والرابع الاعدادي والثالث الثانوي. عشان تضامنكم معنا يؤكد لنا نجاح البرنامج. حاولوا ركزوا معنا في البرنامج وحاولوا بقدر الامكان انكم تستفيدوا من الفرصة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، جئنا لمتابعة بقية الحصص في المعادلات التفاضلية. معلوم معكم أستاذ المادة حسن عيسى موسى، ونتناول في هذا الدرس أيضا ما بقي من المعادلات التفاضلية. تكلمنا في المرة الفائتة أن المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى كيف حلها إذا كانت متجانسة أو غير متجانسة. أما في هذه الحصة نتناول المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية. كما أسلفنا إن مثل هذه الدروس هي خاصة بتلاميذ الصف الثالث الثانوي علمي أحياء ورياضيات. في نهاية الحصة دائما نأمل أن يستفيد الطالب من هذه الدروس، كما أنه يستطيع معرفة حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية. ويمكنكم متابعة هذه الحصة دائما عبر التلفزيون والراديو والإنترنت. ولحسن متابعة الحصة عليكم بالأقلام والأوراق. أعزائي الطلاب، نحن الآن بعد أن تناولنا في الحصة الماضية كيفية حل المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى أو من الرتبة الأولى متجانسة أو غير متجانسة، استطعنا كيف نتعامل معها وكيف نحلها. الآن وفي هذه الحصة نتناول أيضا، ما زلنا في المعادلة التفاضلية لكنها من الرتبة الثانية، أي بمعنى ما هي أو كيفية التعامل مع المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية التي على الصورة ص شرطتين زائدا ألف ص شرطة زائدا ب ص تساوي صفر، وهي متجانسة لأن طرفها الآخر يساوي صفر. إذن خاصية. إذا كانت المعادلة من الرتبة الثانية، من الرتبة الثانية، نبحث عن معادلة مميزة تكون بالصورة ألف كاف تربي زائدا با كاف زائدا جيم ساوي صفر. أي بمعنى لا يمكننا حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية حلا مباشرا، لذلك نستعين بمعادلة مميزة أو مساعدة لتساعدنا في حل المعادلة. ثم بعد ذلك المعادلة تكون على الصورة، هي من الدرجة الثانية، نستطيع أن نحل هذه المعادلة كما الناتي بدلتا وهي تساوي ب ناقص 4 ألف جيم، لكن علما بأن لدلتا خواص وهناك ثلاث حالات لهذه المعادلة. الحالة الأولى إذا كانت دلتا تساوي صفر، أي بمعنى لو أنا حليت المعادلة المميزة وكانت النتيجة طلع صفر، فيكون حل المعادلة التفاضلية ميم التي على الصورة السابقة يكون لها حلان مكرران. المعادلة هذه اللي هي الحل الأول كاف واحد والحل الثاني كاف اثنين وكلهما متساويان. هذا ما قلناه سابقا أيضا في المعادلات، لما نجي المعادلة ونجي أن دلتا تساوي صفر معناته أكيد في حلين حقيقيين متساويين، أي كاف واحد يساوي كاف اثنين ويساوي كاف. ويكون حل المعادلة التفاضلية كاف، يعني إذا لقيت حلين متساويين نحل المعادلة التفاضلية كاف. إذا حل المعادلة التفاضلية يكون ص تساوي أ س زائد ب مضروب في ه أس كاف س، حيث كاف هو حل المعادلة. شباب، إذا أما الحالة الثانية، قلنا ثلاثة حالات. الحالة الثانية إذا كانت دلتا أكبر من الصفر، أكيد يوجد للمعادلة المميزة حلين حقيقيين مختلفين، أي بمعنى يوجد حلين كاف واحد وكاف اثنين. ومن هنا نستنتج حل المعادلة التفاضلية ويكون على الصورة ص تساوي ث واحد في ه أس كاف واحد س زائد ث اثنين في ه أس كاف اثنين س، علما بأن ث واحد وث اثنين ثوابت حقيقية، بينما كاف واحد وكاف اثنين هما حلول المعادلة المساعدة أو المعادلة المميزة. طبعا الحالة الثالثة إذا كانت دلتا أصغر من الصفر، فإن ميم يكون لها حلان مركبان مترافقان، أي بمعنى
يكون داخل الجزء عدد سالب، وهذا يجرنا إلى العادات المركبة أي معادلة التخيلي. فمنه نستنتج أن حلول المعادلة تكون حلول مركبة أو حلين مركبين مترافقين هما ألف زائد أو ناقص باء تاء. إذن ويكون حل المعادلة التفاضلية من هنا نستنتج هذا الكلام، يكون ص تساوي ه أس ألف س في س واحد ج تاء باء س أو كاف واحد س زائدا س اثنين في ج كاف واحد س، أي معناته حلول المعادلة أو نسميها باء باء س باء س، بأن الثاء واحد وساء اثنين معروف أنه ثابت حقيقي في هذه المعادلة. إذا مثلا لدينا ثلاث حالات لحل المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية، قلنا إذا أردت أن نحلها سنأتي بمعادلة مساعدة اللي هي هذه المعادلة نبدأ بها. إذا وجدنا دلتا قيمتها تساوي صفر ما يوجد حلين حقيقيين، والصورة عمر المعادلة التفاضلية هي ص سالب س زائد ب في س كاف س. إذا لدينا دلتا أكبر من الصفر يوجد حلين حقيقيين مختلفين، والصورة التي تأخذها المعادلة التفاضلية حلها هي عبارة عن ث واحد كاف في ه س كاف واحد س زائد ث اثنين ه س كاف اثنين س، وإنه بأن سواء س اثنين مثابت. أما إذا كان أصغر من الصفر حلين مركبين مترافقين، ويكون حل المعادلة ه س ألف س في ث واحد ج ب س زائد ث اثنين ج ب س اثنين وس واحد وس اثنين ثابت اختيار. إذن الآن دعونا لنتناول أمثلة في المعادلات التفاضلية من الرتبة الثانية كيفية حلها. حل المعادلة التفاضلية أو حل المعادلات الآتية: ص شرطة ناقص 4 ص تساوي صفر، ص شرطة ناقص 4 ص شرطة 3 ص تساوي صفر، وعندنا ص شرطتين زائد 2 ص شرطة زائد 5 ص تساوي صفر، وعندنا مثال رابع ص شرطتين 4 ص شرطة 4 تساوي صفر. هذه المعادلات الأربعة كيف نستطيع أن نحلها؟ نبدأ بحل المعادلة رقمي واحد. ماذا رقم واحد هي؟ ص شرطتين ناقص 4 ص تساوي صفر. ص شرطتين أي معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية. ص شرطتين ناقص 4 ص تساوي صفر. قلنا عشان نحل هذه المعادلة يتطلب مننا الإتيان بمعادلة مساعدة. إذا المعادلة المساعدة في هذه الحالة هي الرتبة. فرضنا أن ص شرطتين هي عبارة عن راء تربيع وص خلاص لا يلحق بشيء، بالتالي معناته الرمز يكون للرتب، بالتالي عندنا شنو؟ راء تربيع ناقص 4، أي هذه المعادلة هي معادلة مميزة للمعادلة ص ناقص 4 راء تربيع ناقص 4 يساوي صفر. كيف نحل هذه المعادلة؟ معناته راء ناقص 2 راء زائد 2 لأن الفرق بينها مربعين، أو إذا أنا قلت فرق مربعين، أو يمكن يحل بأي طريقة ثانية نحاول ذلك الطرف الآخر نأخذ جذر تربيع الطرفين. إذا لدينا حلين كاف واحد وكاف اثنين. إذا كان عندنا حلين للمعادلة المساعدة كيف يكون الصورة العملية اللي هي المعادلة التفاضلية أو حل المعادلة التفاضلية؟ قلنا ص تساوي ها ث واحد في ها أس كاف واحد س زائد ث اثنين في ها أس كاف اثنين س، بالتالي نطبق هذه القاعدة فضبط ص واحد. إذا نطبق، إذا كاف واحد وعبارة عن اثنين، كاف اثنين عبارة عن سالب اثنين، كده معناتها حليت المعادلة رقم واحد. ننتقل لحل المعادلة رقم اثنين. ص شرطة ناقص 4 ص شرطة زائد 3 تساوي صفر. قلنا لا يمكن حله مباشرة، المعادلة المميزة لها ص شرطة فاصلة ناقص راء تربيع أو كاف تربيع أو ص تربيع أو عين تربيع، أي رمز من الرموز. خلينا نقول كاف تربيع، ص عبارة عن كاف وهذا إذا معناتها يساوي صفر، فبالتالي يصبح عندنا، إذا هنا عندنا هنا عندنا 3 ص. عظيم. إذا في حل هذه المعادلة المميزة وجدنا أن كاف واحد يساوي واحد وكاف اثنين يساوي 3، بما أن دلتا أكبر من الصفر حلين حقيقيين مختلفين والصورة العامة معروفة. إذا نبدأ نعوض مباشرة فنجد أن ص تساوي ث واحد ه أس س زائد ث اثنين ه أس 3 س، لأن كاف واحد بواحد وكاف اثنين بثلاثة. إذا هكذا هو الحل المطلوب. نشوف المثال رقم 3. المثال الثالث ص شرطتين زائد 2 ص شرطة زائدا 5 صفر. المعادلة المميزة هي ر تربيع زائدا 2 ر زائدا 5، هذه المعادلة المميزة أو سميناها المساعدة. عشان تسألني الحل نشوف الدلتا. لما كانت دلتا قيمتها أصغر من الصفر، إذا كانت دلتا يساوي 16 طبقنا 2 تربيع ب 4، 5 تربيع ب 25، 4 5 مضروب في 4 ما
معناتها 4 في 5 ب 20 2 تربيع ب 4 4 ناقص 20 ب 16 بسالب 16 اذا اصغر من الصفر معناتها ادينا على دين مركبين مترافقين اذا المركبين هما را 1 يساوي سالب زائد 2 تا ورا 2 يساوي سالب واي سالب 2 تا اذا حلين مركبين لماذا لان دلتا اصغر من الصفر ما هي الصوره العامه اذا كان وجدنا حلول المعادله المركبه ومترافقه في الصوره نقول ان ص تساوي ه س ا س مضروبه في ث 1 ج ت ب س زائد ث 2 ج ب س اذا نقول بباء او الف للحل الحقيقي وباء للجزء التخيلي فبالتالي يصبح عندنا حلول كما هي ص تساوي ث 1 ج ت الف يبقى باء يبقى 2 س زائد ث 2 ج 2 س ح اس سالبا س ده يبقى الف هيساوي يبقى سالبا 1 اذا 4 اننا ص شرطتين 4 ص شرط 4 يساوي 0 ما هي الماده المميزه؟ را تربي ناقصا 4 را زائد 4 يساوي ايه؟ يساوي 0 اذا نحل المعادله ناتي بالمميز فالمميز في هذه الحاله اها ادانا ماذا؟ 16 ناقص 16 يساوي 0 معناه الدلتا تساوي 0 قلنا اذا كانت الدلتا تساوي 0 اها يوجد للمعادله حلين حقيقيين لكنهما متساويين اي معناتها كاف 1 يساوي كاف 2 ويساوي كاف كيف تاخذ الصوره بتاعنا؟ في هذه الحاله الصوره تكون ص تساوي ه اس ا س في ث 1 زائد س 2 س او بمعنى اخر فنقول ان ص تساوي ه اس ر س في ا س زائدا ايه؟ زائدا ب هذا هو الصوره العامه او الحل العام فنقوم بتطبيق هذه القاعده فنقول ان ص تساوي ا س زائدا ب معناتها ا عباره عن ثابت ب كذلك عبارة عن ثابت أو غير حقيقي ومضروب في ه أس 2 س معناتها عبارة عن راء حيث راء ب 2 إذا بهذا يكون إننا إيه خلصنا هذه الحلول لهذه المعادلات الأربعة وإن شاء الله في الحصة القادمة نأخذ بعض من التمارين وسنحاول أن ندقق أكثر في حل مثل هذه الهلول إذا هذه هي المعادلات نذكر لحل المعادلة من الرتبة الثانية أولا نأتي بمعادلة مميزة المعادلة المميزة التي نأتي بها معناتها يكون فيها دلتا يعني نأتي بدلتا فدلتا لديها ثلاثة حالات إذا كانت دلتا أكبر من الصفر فنقول يوجد حلين حقيقيين ولدينا صورة عامة للمعادلة التفاضلية وهي ص تساوي قلنا ماذا كف واحد فيها أسي أو نقول ث واحد فيها أسي كف واحد سين زائدا ث اثنين فيها أسي كف اثنين سين أما إذا كان أصغر من الصفر فيدينا لدينا مركبين يعني مرافقين وهنا نأخذ ه أسي ألف سين في أو نقول نقدم أو نأخذ مضرومة الإبدالية في ث واحد جتا ب سين زائدا ث اثنين جا ب س اما اذا كان حلين حقيقيين متساويين فنقول اها نقول ها اس ر س او ها اس ك س في ا س زائدا ب او ا س زائدا ب في ا اس ر س وبهذا يكون اننا قد خلصنا هذه الحصه في نهايه هذه الحصه ايها التلاميذ نحن قد انهينا هذه الحصه ونشكركم لحسن المتابعه وموعدنا معكم ان شاء الله في الحصة القادمة طلب الأعزاء إذا ما نهاية الحصة دائما قلنا نذكركم بالاتصال اللي هو قلنا أيها التلميذ هذا بهنا بهذا القدر قد نكتفي بحصة هذا اليوم ونشكركم لحسن المتابعة موعدنا معكم إن شاء الله في الحصة القادمة إن كنا في المبقية وإذا أردتم المزيد من المعلومات دائما ستجدوننا في الموقع التالي وهو www.hudchat.td وإذا كان لديكم استفسارات أو أي صعوبة في المادة اللي هي مادة الرياضيات عليكم بالاتصال أو تتصل بنا في الرقم الثالث الرقم بتاعنا اللي هو 1317 وستجدوننا إن شاء الله بإذن الله نوافيكم بكل ما هو إيه لديكم فيه إشكالية إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق وحظا سعيدا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.